السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك على شوية اساسيات في الباور بي اي، وان شاء الله دي تكون اول بدايتنا في الباور بي اي وشرح الباور بي اي، وان شاء الله ان شاء الله يكون الموضوع سهل وخفيف عليك، وان شاء الله تتعلم حاجة كتير قوي. اولا ايه اللي انت تتعلمه في الباور بي اي؟ هو يعني ايه باور بي اي؟ الباور بي اي ده برنامج من شركة مايكروسوفت، من ضمن المنتجات بتاعة شركة مايكروسوفت زي مايكروسوفت اوفيس، زي الاكسل، البورد، الباور، الاكسس وهكذا، الباوربوينت. ده الباور بي اي ده جزء من منتجات مايكروسوفت، وليه كمان موقع خاص اسمه باور بي اي. تمام؟ ايه اللي انت هتتعلمه في الباور بي اي؟ الباور بي اي ده برنامج كل اللي عليك انك هتتعلم عليه الداتا فيجواليزيشن، اللي هي الداتا المرئيه، ان انت مثلا لو بتيجي تبين شغلك او تعرض شغلك لمديرك وهكذا هتلاقيه ظاهر بشكل مرئي، فالشكل المرئي بيبقى اسرع بكتير قوي من ان انت تعرض له الحاجه في ريبورتات زي ارقام وجداول وهكذا. الباور بي اي سهل جدا، وان شاء الله ان شاء الله هتتعلم عليه حاجات كتير قوي. بدايتنا من الفيديو ده. انا دلوقتي دي صفحه الباور بي اي، اول ما تفتحها قائمة هوم دي بتبقى القائمة الأكثر شهرة في اللي انت تتعامل بيها. والقائمة اللي على اليمين دي اسمها Data Visualization أو Visualization، دي الحاجة اللي انت اللي تشارت أو رسم البيان اللي انت بترسمه على حسب حجم الداتا اللي عندك. واللي على الشمال دي Report View، ده اللي احنا فيه دلوقتي، واللي تحتيه كده اسمه Table View، ده ان شاء الله لما نيجي نسحب الداتا، والRelation والDAX وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله هوريكم ازاي تعملها دلوقتي. فدلوقتي نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالاكسل. الاكسل من اشهر واسهل الحاجات اللي ممكن تشوفها من على اللي تقدر تعمل بيها شغل بسيط وسهل، وان انت كمان تقدر تعمله امبورت على الشيت ده، على البرنامج ده. حتى كمان حاطط لك ان الاكسل اول حاجه تقدر تعملها امبورت، او تقدر تعمل لها استيراد، او تعمل لها استدعاء على الجهاز ده، هو والسيكوال، عشان هما الاكسل والسيكوال سيرفر من اهم الحاجات اللي تقدر داتا فيجواليزيشن، داتا اناليسز، اي حاجه بتبتدي تشتغل من على الاكسل والسيكوال سيرفر. تمام؟ فانا ابتدي اشوف الاكسل. الجيت داتا دي ممكن تعمل منها الاكسل، وممكن تعمل منها كذا حاجه. انا عن نفسي بشتغل على الجيت داتا دي في ثلاث حاجات: اكسل وسيكوال سيرفر وجوجل شيت. يعني انت ممكن هنا تلاقي جوجل شيت، اهي جوجل شيت هتلاقي تعمل معاك، وتقدر تلينك الداتا من على جوجل شيت وهكذا. فانا عندي شيت اسمه سيلز، اهو هتلاقيه في الاكسل اهو اسمه سيلز. انا هعمل امبورت على البرنامج ده، اهو هنعمل دلوقتي امبورت. فهو دلوقتي بيعمل كونكتنج ان هو بيربط بالشيت وكده، فهنيجي اهو دلوقتي هنشوف الحاجه اهي، فالشيت اهو. فدي الجداول، او دي مش الجداول، دي الشيتات جوه الشيت، يعني الاكسل اسمه اكسل ورك بوك، جواه شيت 1 وشيت 2 وشيت 3. هو بقى جواه اوردر، حتى يجيب لك بريفيو عن الاوردر اهي، وفي الريتيرن اهو اللي هي المرتجعات، وفي اليوزر. تمام كده يا شباب؟ فكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنختار دي ودي ودي، هنختار اهي كمان وندوس في ترانسفورم وفي لود. فاحنا ندوس الاول ترانسفورم داتا. ترانسفورم دي من ضمن موديول كده اسمه ETL. ETE اللي هو extract اللي احنا عملناه دلوقتي، اللي هو ETL اللي هو عملنا extract اهو الداتا اهي دلوقتي من الاكسل. T اللي ترانسفورمنج اللي احنا دلوقتي بنظبط الداتا، بنحاول نخليها شكلها كويس ومناسب، يعني الديسكاونت ده مثلا وهكذا، ان احنا نشوف الحاجه بتاعتها والدنيا تبقى مظبوطه. والL اللي هي اللود، هنشوف دلوقتي احنا دلوقتي في مرحله الترانسفورم. هنيجي دلوقتي في الريتيرن، الريتيرن اهو دلوقتي. طب احنا دلوقتي عايزين نشيل العمود ده، نروح دايسين كده ونروح عاملين عليه ريموف كولوم، عشان ده عمود نل يعني فاضي. ونيجي في اليوزر هنا، الدنيا هنا تمام، بس هنا الريجن والمانجر لو تلاحظ مكتوب فوق كولوم 1 وكولوم 2، لا انا عايزهم يبقى الريجن والمانجر فوق هنا. يبقى نيجي هنا ترانسفورم يوزر يوز فيرست رو از هيدر، ندوس كده هنلاقيهم طلعوا لفوق اهو، يعني بقى ريجن ومانجر. والاوردرز زي ما احنا شايفين، الاوردر زي مليانه داتا كتيره جدا جدا جدا. تمام؟ هنيجي هنا كده، وبعد كده نيجي في قائمه هوم، ونيجي نعمل كلوز ابلاي. تمام؟ هو دلوقتي بتلاقيه بيعمل لود اللي هو دلوقتي
احنا دلوقتي عملنا الاي اللي هي اكستراكت، احنا عملنا اكستراكت دلوقتي من من الاكسل شيت، والتي تي تي دي هتبقى ترانسفورم، ان احنا دلوقتي ظبطنا الداتا وخلينا الرو هيدر وهكذا. ودلوقتي احنا في مرحله اللود، اللود دي هتبقى مرحله كبيره شويه او طويله شويه عشان طبعا انت بتطلع الداتا بشكل منظم وهكذا اهو. وده الشكل بتاع الداتا اهو، ده الشكل بتاع الداتا اللي احنا هنستخدمه هنا. بس دلوقتي احنا عايزين نبص عليها اهي دلوقتي هنا بالمنظر ده كده. هنيجي هنا دي، ده الجداول، ده شكل الجدول بقى اللي احنا عملناه. يعني مثلا الديسكاونت ده مثلا لو تلاحظ 9/10 وكده، احنا عايزين نخليه برسنتج. هنيجي نقف عليه كده، نقف على العمود ده كله ونيجي نعمل هنا كده ونخليه ان هو يبقى برسنتج اهي، display as a percentage اهي. اول ما ندوس عليها بيعمل كده working بالظبط. ونخلي الديسمال دي اللي هي يعني اللي هي فاصله 0.0 دي نخليها 0، يعني نخليها تبقى مش موجوده خالص، 0 كمان بس كده عشان تبقى الخصم يبقى على طول كده. مثلا هقول لك مثلا ايه تاني، اليونت برايس دي مثلا نعمل دي البرودكت مارجن ده مثلا، المارجن ده برضو نخليه، المارجن ده اللي هو هامش الربح نخليه برضو بالبرسنتج. ونخلي علامة الديسمال دي او اللي هي العلامة العشرية اللي هي ما بين بعدها بزيروهين دي نخليها زيرو، نخلي كمان زيرو عشان تبقى شكلها شيك كده ومنظم وهكذا. ومثلا نخلي الشكل ده كده مثلا، دي ارقام بوستال كود، لا ده بوستال كود، ده البروفيت. لو تلاحظ بص البروفيت ضخمة قوي، يعني البروفيت ارقامه غريبة كده، فاحنا نخليه اللي هو يكون اللي هو يكون فاصل، يبقى فيه فواصل اهو عشان لو فيها 1000 ولا حاجة. ونقلل دي نخليها زيرو بس كده، وندوس هنا كده بس كده. ونخلي ده كده هيبقى الشكل، والسيلز دي برضو نخليها برضو بفواصل عشان نخليها شكلها يكون مظبوط عشان نعرف نقرا الكلام، يبقى 1106 وهكذا. ونخلي دي انا مش عايز كسور عشرية او كسور بعد يعني عايزه رقم صحيح من الاخر، تمام بس كده. كده احنا عملنا الداتا بشكل الى حد ما كويس. واليونت برايس دي برضو نخليها برضو بالكوما سيبريتور، دي اسمها كوما سيبريتور اللي هي بتفصل الكلام، ونخليها دي برضو زيرو بس كده. بس كده الشكل كده بقى جميل والحمد لله، كده بقى الدنيا كويسه. نيجي ننزل برضو دي، نقفل ده برضو كده وننزل على اليوزر، تمام مفيهوش اي مشكله. الاوردر مفيهوش اي مشكله. نيجي بقى عند الريليشن. الريليشن لو تلاحظوا ان انت دلوقتي عندك ثلاث شيتات دلوقتي. انت دلوقتي هو سبحان الله وعمل ديتكت ريليشن. يعني ايه ديتكت يا جماعه؟ اللي هو لقط ان هنا في حاجه، هنا لو تلاحظوا في الاوردر هنا في عمود الاوردر او في جدول او في شيت الاوردر في حاجه اسمها ريجن. وهنا في اليوزر هنا في اللحظه هنا نعمل دي كده، وفي اليوزر هنا في ريجن، يعني اليوزر فيها ريجن والاوردر فيها ريجن. وطبعا طبعا هو بيبص على الداتا كمان من جوه، ما ممكن يبقى في ريجن مثلا القاهره وفي ريجن تانية مثلا في اليوزر اسمها مثلا سينا، فمش هيعرفوا يربطهم ببعض. فهو عمل الريليشن دي بناء ان جوه الريجن دي محافظات او جواها مدن نفس المدن اللي موجوده في اليوزر وهكذا. طب نيجي هنا بقى في الريتيرن. الريتيرن هنا بقى عايزين نربطهم ببعض. في حاجه اسمها هنا اوردر اي دي، هنا مفيش اوردر اي دي. طب تيجي نبص هنا، هنا في اوردر. طب اهو في اوردر اي دي عليها علامه السيجما اهي، والسيجما اهي دي، السيجما دي بتدل ان هو جواه ارقام بس. هنروح عاملين كده نربط، نشده كده شده، نعمل دراج ونسحبه لتحت كده. قال لك اهو ان هو كمان عمل ريليشن اهو ما بينهم. فكده بقى التلات جداول اهي بقوا مربوطين ببعض كده، التلات جداول مربوطين ببعض كده، احنا عملنا ريليشن. نيجي هنا بقى عايزين بقى نطلع داتا. نطلع داتا ازاي؟ هنطلع داتا وليكن مثلا باليوزر. مثلا انا عايز اعرف الريجن، لو دوسنا على الريجن دي كده هتلاقيها ظهرت اهي دلوقتي الريجن دي. انا عايز اعرف مثلا بتعمل مثلا كام اوردر. نيجي مثلا كده او بتطلع مثلا سيلز قد ايه. تعالى كده نشوف السيلز ونعمله برضو كده. فقال لك اهي الريجن اهي بتطلع ان السيلز كل ريجن سنترال. لو تلاحظوا احنا عملنا الريجن اللي هي من هنا وربطينها بالاوردر، خدتوا بالكم؟ ده شيت وده شيت تاني خالص، ودي حاجه حلوه على فكره.
ان انت يعني ان الباور بي اي من غير معادلات بقى وفي لوك اب واكس لوك اب والكلام ده، لا لا هو عملها لك لوحده اهو. بس انا مثلا عايزه مثلا بالشكل الباي ده، الباي ده بيبقى شكل احلى شويه. يعني بيقول لك ايه، بص لو تلاحظ او بص تعالى كده نكبر الكلام شويه كده، ان الباي دي جاب لك الشكل يعني الى حد ما كويس شويه، اللي هو كل حته بيبقى فيها تقسيمتها قد ايه. بس انا دلوقتي المنظر ده كده مش عاطفي، يعني انا مش مرتاح له. هنيجي ندوس هنا او ما ندوس، يعني لو دوسنا هنا كده تبقى فاضيه، لو دوسنا هنا كده هنلاقي في حاجه اسمها فورمات يور فيجوال، اللي هي السطر الثاني ده والحاجه الثانيه دي اهو، وبيجيب لك كل حاجه تقدر تعملها في الشيت ده. مثلا الليجند، لو الليجند دي اللي هي دي الحته دي كده، بمجرد لما تيجي تعمل كده كده اتلغت، تيجي تعملها كده وهكذا بقى. ممكن بقى تكبر الكلام، ممكن تخليها في السنتر، في الفوق، في توب ليفت وهكذا، يعني زي ما انت عايز، يعني اللي هو تبقى كده وهكذا. التكست ممكن تخلي بقى الكلام يكبر اهو، يعني لو تلاحظ هتلاقي الفونت ابتدى يكبر اهو، ويست وايست وهكذا، والتايتل اللي هي ريجن، الريجن اهي هتلاقيها بتدوس تفتح اهي. ونخليها نقفلها كده عادي مش فارقه، نقفل الليجند دي اهي. وفي حاجه اسمها سلايس، سلايس ده بقى اللي هو ايه، كل حاجه ممكن تخلي مثلا الاس دي لونها ازرق، لا انا عايزها مثلا لونها وليكن رمادي وهكذا، تقدر تعمل الحته دي. انا رجعت لورا، يعني انا عملت لها كنترول زد عادي يعني. والديتا الديتيلز ليبل، الديتيلز ليبل دي بقى اللي جميله قوي. الديتيلز ليبل دي اللي الحاجات الليبل اللي هي عليها علامه دي كده، دي بيقول لك اوتسايد انسايد لو انت عايزها تخليها جوه، بريفير اوتسايد الحاجات دي، بريفير انسايد وهكذا، تقدر تعمل الحاجات دي كلها. دي بقى الشغل اللي انت تقدر تعمله، اللي هو مثلا بيقول لك ايه، ايه اللي انت عايزه يتعرض هنا، الكاتيجوري ده كده الايست، داتا فاليو، مثلا عايز تخليها مثلا برسنتج اوف توتال، يعني كل واحد توتال بتاعه قد ايه. يعني لو تلاحظ ان الايست دي اكتر واحده خالص واخده تفصيل اكتر او بيع اكتر، لان هي واخده 30% من حجم التورته دي او الدايره دي. او مثلا تخليها مثلا اللي هو ايه، كاتيجوري وداتا فاليو، او مثلا تخليها مثلا وهكذا، يعني تقدر تعدل كاتيجوري وبرسنتج اوف توتال. هي دي شكلها شيك شويه يعني. يعني مثلا ممكن تخليها مثلا ايه، اول داتا ليبلز اللي هو الايست وده وده، دي ممكن دي تبقى حلوه دي. يعني اللي هو ايه، بيقول لك ان الايست يعني دي اسم الدوله او اسم المنطقه قصدي، وعامله كام فلوس واخده كام من البيع كله، يعني هي واخده 30% اللي بعديها 27% وهكذا. الفاليو بقى ممكن اللي انت مثلا عايز تكبرها، الفاليو دي اللي هي الحاجات دي تكبرها، تعملها بالمنظر ده كده، تخليها كده، تخلي كمان الكلام يعني ده وصلت كمان في الباور بي اي، انك ممكن تغير الكلام نفسه، يعني الطريق مش الكلام قصدي، اللي هو الفونت او اللي هو نوع الخط، وتخليها بالمنظر ده كده. ممكن مثلا تخلي الكلر مثلا لونه اسود، تخليه لونه ابيض، يعني في تفاصيل كتيره قوي قوي قوي. اوتو اللي هي مثلا نعمل مثلا زي باك جراوند للكلام، ديسبلاي مثلا، بيقول لك ايه ديسبلاي يونتس، انت ديسبلاي يونتس، بص بقى مش بيقول لك اوتو، انت عايز تخلي السيلز دي تبقى بالالوفات ولا بالملايين، ولا انا اخليها مثلا الوفات، عشان بص 592 كي يبقى كده 1000، لو خليتها مثلا بالمليون هيبقى مثلا 1 مليون، فلا انا عايزها بالالوفات احسن عشان الارقام قريبه للالوفات. ونخلي الديسيمال دي تبقى زيرو، الديسيمال دي يا جماعه اللي هي اللي انا قلت لكم عليها العلامات العشريه وهكذا. تعالى كده نكبر الكلام ده كده شويه اهو ماشي. الباور بي اي برضو تفاصيله كتير، يعني انت بتقعد تعمل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، يا يعني بص من هنا لبكره. احنا ممكن بقى نكبر الكلام ده شويه، يعني نخلي مثلا الداتا ليبلز دي او الفاليو دي كده مثلا كبيره شويه، يعني نكبر كده شويه بالظبط. تعالى كده نخليها مثلا كده بالمنظر ده كده اهو اهو. دي كده الداتا ليبلز اللي هو السنترال، واخده دي اكبر حاجه وهكذا. ممكن بقى نقفل الليجند، عشان كده كده احنا مش محتاجين الليجند في حاجه، الليجند دي ما عشان كده كده التفاصيل هي موجوده اهي. ونخلي دي كده نصغرها كده، احنا عايزين بس نصغرها بس شويه مش اكتر اهي. داتا ليبلز اهي، ديتيلز ليبلز، والفاليو ونخلي الفاليو دي قليله شويه كده عشان نقدر الناس تقدر
او الكلام يقدر يظهر اهو بس كده تمام. ودي كده ده الشكل بتاعنا الجديد او ده الشكل اهو، ونخليه في النص كده. انا بحب قوي يا جماعه اقسم الصفحه كده للنصوص، يعني المربعات كده بتظهر من كلمه فيو جريد لاين زي دي بتبقى بتظهر او لا. انا بحب اقسمها كده عشان تبقى المنظر يبقى عاجبني. ونقدر مثلا نعمل مثلا حاجه تانية من الريتيرن، مثلا احنا مثلا كام بضاعه بتيجي مننا ريتيرن. تعالى مثلا نروح مثلا عاملين جدول مثلا ريتيرن، وناخد مثلا الستيتس اللي هي ريتيرن. هقول لك انا نعملها ازاي. بص احنا دلوقتي هنجيب مثلا كلاستر مثلا زي ده مثلا، تمام، بالمنظر الجميل ده اهو. نرجع كده ونخليه كده بالظبط، هيبقى شكله حلو. الواي اكس واليوزر اكس وكده، والاكس والاكس اكسس اهي. نعمل كده اليوزر، هنجيب المانجر نحطه هنا، ونجيب كلمه ريتيرن نحط مثلا الاوردر اي دي اهي، نحطها في الاكس اكسس اهي، ونعملها دي كده بالكاونت. هي تبقى كاونت مش اكتر اهي، بس انا مش عايزها كلاستر ده، انا عايزها كلاستر. احنا كده عايزين الارقام كده مش ظاهره قوي. احنا ممكن نخليها كده ماشي تمام قوي. دي كده نخليها بالمنظر ده كده، ونعمل هنا اللي هي نيجي بقى هنا دي كده الشاشه بتاعتنا، ونيجي هنا دي كده، ونيجي هنا في الديتا ليبلز. ديتا ليبلز هي نعملها كده. دي اصلا الرقم مش مظبوط. لا، يبقى الرقم مش مظبوط. نعمل دي كده، معلش انا اسف، ونخليها مثلا في الاوردر. ثانيه نقفل دي كده ونخليها في الاوردر السيلز بالظبط، هي بالمنظر ده كده. معلش انا يعني الدنيا معلش الدنيا بس كتيره هنا شويه. بصوا يا شباب هنا تلاقي اهو دي. ممكن كمان تعدل بقى في الشيت ده كده، يعني ممكن تخلي السم اوف سيلز ريجن دي لا مش حلوه. هنيجي هنا كده اهي، نيجي هنا قصدي اهي، نيجي في السم اوف سيلز باي ريجن، لا انا عايزها نعدلها، يا بتبقى من هنا في التايتل سم اوف سيلز باي ريجن. نعمل مثلا سيلز، حتى بتتكتب هتلاقيها بتتكتب هنا اهي، سيلز باي ريجن او ريجن اهي. ونكبر بقى الكلام بقى، يعني مثلا نخليه مثلا ده 30 تمام، ونخليه مثلا في النص كده، يعني يبقى شكله شيك ويبقى بولد. لا نخليه 50 بقى، احنا سيلز باي ريجن اهي. دي هتلاقيها في الجنرال، يعني هتلاقي في الدي هنا هتلاقي في كلمه اسمها جنرال. وهنيجي هنا مثلا ننقل بقى على الخط اللي بعديه، نيجي هنا بقى هنلاقي هنا الواي اكس اللي هو ده، والاكس اكس وهكذا. فاحنا هنعمل بقى في الداتا ليبلز اهي، دي الشغل كله بيبقى عليها. الاول سيريس دي اول، الاوتو بيقول لك مثلا لو انسايد ان يبقى كلهم جوه الحاجه، او اوتسايد وهكذا. انا بخليها انسايد، يعني انسايد دي كلهم جوه الشيت، وجوه كلهم جوه البار، او دي اسمها بار جوه البار، وشكلها حلو. وهنروح قافلين دي كده. الفاليو دي نخليها مثلا كبيره عشان دي اللي بتظهر فيها، ونخلي اليونت اللي بتظهر بيها بالملايين، عشان احنا دلوقتي لا يبقى بالالوفات بقى، يبقى مش بالملايين، بالالوفات. ونخلي الديسمال زي ما احنا قلنا بالزيرو كده، بالزيرو بس وهكذا. ونخلي مثلا الكلام ده كده مثلا كبير، ونخلي كده كبير كده عشان هو كده كده الحته دي كده كبيره بس كده. ونيجي عند كده احنا عملنا الليبل اهو، نيجي بقى عند الاكس واي. الواي اكس اهو، اهو ده الواي اكس اسمه واي اكس اهو. نكبر الكلام عشان ده مثلا ايرين ويليام وهكذا اهو. والتايتل نخليها اللي هي اسمها مانجر بس كده كده مانجر، يعني ما فيهاش مشكله اهي. ونيجي اهو، وفي الاكس اكس زي اللي هي التفاصيل بتاعتها. لو تلاحظوا هنا بصوا 0 مليون، لا كده مش حد بيبص على الارقام دي بس، يعني الحته دي مش لازم نخش لها قوي. نعمل دي كده، والتايتل بتاعتها اللي هو نقفلها برضو كده، اللي هي ايه يعني سم اوف سيلز، لا هي بتبقى باينه لوحدها، يعني انت بتبقى بتقلل على حد على قد ما تقدر. ونيجي عند الجنرال، ونيجي في التايتل دي كده، ونعمل مثلا ايه سيلز باي مانجر، ونخلي المانجر دي كده
ونخلي الكلام مثلا 50 مثلا بس كده، ونخليه في النص ونخليه بولد. من اسهل الحاجات اللي فعلا فعلا والله يا جماعه الباور بي اي. احنا كده دلوقتي احنا عملنا في الفيديو ده ايه؟ احنا عملنا اكستراكت للداتا. اول حاجه شرحنا الباور بي اي، بعد كده عملنا حاجه اسمها الاي تي ال اللي هي اكستراكت، اللي احنا عملنا سحبنا الداتا من على الاكسل، وعملنا ترانسفورم اللي احنا ظبطنا لها الداتا، عملنا مثلا ارقام الديسيمال اللي هي قللنا الكسور العشريه، وبعد كده فعملنا فواصل، وعملنا اللي هو برسنتج دي، وبعد كده عملنا بقى اللود اللي هي اخر مرحله بقى في الاي تي ال اللي هي اللودنج. اهو ده المنظر اهو، عملنا الباي تشارت وعملنا الكولوم تشارت. احنا ممكن بقى نكبر الكلام ده شويه، يعني عايز الكلام ده يكبر اكتر عشان ده لسه يعني في الداتا ليبلز في الفاليوز، وهنروح عاملين بقى كده كده بس كده، ونعمل واحده كمان لسه برضو كنت عايزها تكبر اكتر من كده. ماشي كده تمام قوي. فانا كده يا جماعه والله انا فعلا فعلا مبسوط، واتمنى اكون فدتكم، واتمنى اكون الموضوع ده يكون يعني كويس معاكم. ولو عجبكم الفيديو اتمنى انك تقول لي عشان اكمل شرح، وتعملي لايك للفيديو، وشكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسين من قناه الشكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.